اليوم الخميس الواقع فيه الثاني من تشرين الأول 2014 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور جميع الوزراء، استهل دولة الرئيس الجلسة بتأكيد المطالبة بوجوب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت لكي يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية. بعد ذلك اعتبر دولة الرئيس أن عيد الأضحى المبارك يأتي حزيناً هذا العام في ظروف صعبة يمر بها الوطن نتيجة سقوط شهداء وجرحى ومختطفين من أبناء الوطن. ثم شرع الوزراء بتوقيع المراسيم العادية التي تحتاج للإصدار عن مجلس الوزراء، وبحث بعض بنود جدول الأعمال بانتظار انتهاء اجتماع الوزير وائل بوفاعور بأهالي المخطوفين الذين قام باسم المجلس بطمأنتهم بأن قضية أبنائهم المخطوفين تشكل أولى أولويات الحكومة. بعد ذلك قدم دولة الرئيس عرضاً إجمالياً لقضية الجنود المخطوفين، واضعاً مجلس الوزراء في جو المساعي التي يقوم بها توصلاً إلى تحرير هؤلاء الجنود، آملاً أن تأتي الأيام المقبلة بأخبار إيجابية بهذا الشأن. وأضاف دولة الرئيس أنه يتابع الموضوع ليلاً ونهاراً مع وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام، وأن الدولة القطرية تلعب في عملية التفاوض الجاري دوراً هاماً وإيجابياً. وعلى الأثر أبدى الوزراء وجهات نظرهم حول هذه القضية، فتم التأكيد من قبلهم على تضامنهم مع الأهالي في معاناتهم، وعلى وجوب متابعة المفاوضات وضرورة استعمال الوسائل المتاحة من أجل التوصل إلى تحرير المخطوفين. وبنتيجة التداول أكد مجلس الوزراء ثقته بدولة رئيس مجلس الوزراء وتفويضه بمواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة توصلاً إلى تحرير الجنود المخطوفين، على أن يطلع مجلس الوزراء على نتائجها. وفي السياق ذاته أكد مجلس الوزراء ضرورة إبعاد موضوع الجنود المخطوفين والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم عن التداول الإعلامي المكثف والمثير، حفاظاً على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الإرهابيين التكفيريين. كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى سائر المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات اللازمة، وأهمها أولاً الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استثناء المديرية العامة للأمن العام لجهة تمديد مهلة تسديد سلفات الخزينة المعطاة لها خلال العام 2011، وذلك خلال مهلة 3 أشهر. 2. تكليف وزير الطاقة تقديم المقترحات بشأن العقود الموقعة مع كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية. 3. الموافقة على طلب وزارة المالية الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة الاتفاق بالتراضي. 4. الموافقة على مشاريع مراسيم
ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات. 5. الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين ومأمورين إضافيين لصالح المديرية للأمن العام بعدد 500. 6. تكليف مجلس الإنماء والإعمار التفاوض مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية سعياً لتحسين الشروط الواردة فيها. 7. الموافقة على مرسوم يرمي إلى تنظيم الإعلانات والترخيص بها. 8. قبول بعض الهبات لصالح بعض الوزارات. وشكراً لكم. وين المايك؟ وين تلهم؟ أنا عدة مرات يجيبونا. ما عندك سلطة عليهم؟ بلا خلص. بدنا نعمل جلسة خاصة فيه. ما تحددت يمكن قبل الجلسة الأسبوعية أو خلال يعني بس جمعة الجاية.